كيف بمن يعبث اليوم بمال المسلمين؟ كيف بمن يسرق هذا المال العام؟ يعني ما يجوزلوش ياخذ دينار ياخذ سنتيم فوق الراتب نتاعو. المال العام راه ملك لجميع افراد المجتمع. انت ديت دير في بالك اختلس مال تاع مؤسسه، هذا المال مال عام، وين تجي؟ تجي في المسجد تقول لهم يا جماعه اسمحوا لي. انت نرجعوا للحرمة المال الخاص سابقا، تعديت على جارك وديت له شبر ولا شبرين من الارض نتاعو، تعديت على شريكك وديت له 40 ولا 50 مليون ولا اكثر من هذاك الشيء، ومن بعد تبت استرجعت وتبت الى الله عز وجل وجيت طلبت من هذا الجار راني ديت لك امانتك، ها هي امانتك، ولا ما عندكش؟ قال يا وديني ما عنديش واني مقر بلي تعديت عليك وديت لك، ولكن نعاهدك اذا كان ربي يفتح عليا ولا رزقني نرجع لك الشيء هذا. هذاك الشريك نتاعك اللي كليته في نصيب من المال تروح ليه وتطلب منه الصفح والعفو قال يا ودي روح اني مسامحك. هذاك اللي ديت عليه سلعه وما خلصتوش تروح تطلب منه كذلك، هذا كذلك. هو واضح هذا المال الخاص. المال العام راه ملك لجميع افراد المجتمع. انت ديت دير في بالك اختلس مال تاع مؤسسه، هذا المال مال عام، وين تجي؟ تجي في المسجد تقول لهم يا جماعه اسمحوا لي، تروح في اليتيمه في التلفزيون تاعنا وتقول لهم يا ودي اسمحوا لي، ديت قرض من لونساج ولا من غيرها، ماهوش ملك تاع اي كان، له مدير لونساج ولا وزير ولا اي كان، هذا مال مال المال العام. كل الناس هذا وهذا وهذا كلهم عندهم حق فيه. كيفاش تجي في المسجد تقول لهم يا ودي سمحوا لي في هذا المال العام في هذا القرض؟ لذلك قلت لكم ان حرمه المال العام اشد من حرمه المال الخاص لكثرة الحقوق المتعلقة به وتعدد الذمم المالكة له. ومن يغلل الشيء اللي خذيته الشيء اللي تعديت عليه تأتي به يوم القيامة، يأتي معك يوم القيامة شاهدا عليك، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. يعني اللي أعطينا له عمل، كلفناه بعمل، استوظفناه وأعطينا له في مقابل هذا العمل راتب منحة رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. يعني ما يجوزلوش ياخذ دينار ياخذ سنتيم فوق الراتب نتاعه فوق المنحة اللي أعطتها له الدولة. قال فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. والغلول أيها الإخوة هي الخيانة، هي الاختلاس من أموال المسلمين. وربي تبارك وتعالى قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد من سقط شهيدا في هذه الغزوة. زادوا مشوا شوية وجدوا آخر قالوا فلان شهيد، اثنين ثاني هذا. يقول سيدنا عباس حتى مروا على ثالث
فقالوا فلان شهيد، والنبي سلم معهم. يقول النبي سلم كلا، بعد ما سمعهم قالوا فلان شهيد قال لهم كلا، بمعنى لا، والذي نفسي بيده إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة غلها. قال لهم هذا لا، هذا شفته في النار. الله تبارك وتعالى كشف الحجاب لنبي صلى الله عليه وسلم عن النار، شاف هذا الصحابي شافوه في النار. بسبب ماذا؟ بسبب عباءة غلها أو بردة غلها، عباية قندورة تعنا، ادخل النار بسبب عباية غلها. ايش معنى قلنا غلة؟ ومن يغلل يأتي بما غل. الغل المعنى هي الخيانة، هي الاختلاس من أموال المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أن لن يدخل الجنة إلا المؤمنون. شنو هذا الظن بلي إنسان تأكل الرشوة وتدي الربا وتدعى لإخوانك وتطمع في الجنة؟ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. إذا كنت تدي الرشوة والربا وهذه وهذه، وش الفرق بينك وبين أبو جهل؟ وش الفرق بينك على لفظ الشهادة اللي تلفظتها، لكن أين هي مستلزمات هذه الشهادة؟ أن لن يدخل الجنة إلا المؤمنون. تلاحظوا من اللي معي أيها الإخوة، أن هذا الصحابي اختلاس للمال العام مع أن له فيه حق. يعني هذا الإنسان هذا راه مجاهد هكذا، وانت تعرفوا باللي هذا المخلفات اللي تخلف في أرض المعركة هي في توزع على المقاتلين على المجاهدين، عنده فيها حق، لكن أنه خضى هذا الحق قبل أن يقسم، معناه قبل قسمته. هو مال عام، الناس كلهم عندهم في حق، هو أخضى هذه العباية، هذه العباية هذه أخضاها قبل قسمة هذا الفيء. وش تلاحظوا أيها الإخوة، أن أخذ هذا الصحابي لهذه العباءة قبل القسمة، قبل أن توزع على المسلمين، مع جهاد هذا الصحابي مع رسول الله في هذه الغزوة وما سبقها من الغزوات، مع شرف صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة، واحد من الصحابة الذين فضلهم الله على سائر الأمة، هذا الجيل الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشفع له أيها الإخوة، لم يشفع له عند رب العزة والجلال لا جهاد مع رسول الله ولا شرف صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال أيها الإخوة، كيف بمن يعبث اليوم بمال المسلمين؟ كيف بمن يسرق هذا المال العام؟ كيف بمن يعتدي على هذا العقار العام؟ كيف بمن يعتدي على طرقات المسلمين ويخرج الحي طلعت على الجدار نتاعه ويدي 50 سنتيم من الطريق ويدي 50 سنتيم من الرصيف العام ويدي مترا من المقبرة؟ ألا يخاف الله عز وجل؟ ألا يتذكر أنه غدا سيقف بين يدي رب العزة والجلال وهو القائل لنا وله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد؟